antidote administered. في الآونة الأخيرة، عندما كنت أبحث في موضوع الهالات، عثرت على معلومات تتعلق بالنظارات التي يمكن أن ترى من خلالها عالماً آخراً موازي لعالمنا. نعم، مثل ما أقول، هل يبدو لكم هذا غريب؟ يتم صب هذه النظارات بواسطة مادة كيميائية تسمى ديسيانين، وهي أيضاً غير قانونية ومقيدة بشدة للحصول عليها. لذا فإن وضع يديك على هذه الصبغة أمر شبه مستحيل. لماذا صبغة الديسيانين غير قانونية؟ يقال أن لها خصائص خاصة عند طلاء بها سطح زجاج نظارات مثلاً. يمنح التأثير الناتج أي شخص القدرة على النظر إلى العالم النجمي المخفي أمامنا جنباً إلى جنب مع رؤية هالة الأشخاص الطاقوية. إنها تثبت وجود مستوى آخر من الواقع. يتساءل الكثيرون عن سبب تقييد الديسيانين بشدة، لأنه ليس دواءً وليس خطيراً جسدياً ولا ساماً. ومع ذلك، فإن الكيميائي الماهر ذو القدرة الشديدة قادر على تصنيع المادة الكيميائية باستخدام معدات المختبر الأساسية. خلال عشرينيات القرن الماضي، أجرى عالم يدعى والتر كيلنر تجارب على مادة كيميائية تسمى ديسيانين. وضع صبغة على زجاج نظارات ونظر من خلالهما. ما وجده هو القدرة على رؤية عالماً موازياً والهالات التي تحيط بالأشخاص. بسبب قدرة الأصباغ على حجب طيف الضوء الأبيض، فقد ساعدت قدرة كيلنر التركيز على هالة الأشخاص. قبل أربعينيات القرن العشرين، كان الباحثون المتخصصون قادرين على استخدام صبغة الديسيانين بحرية. خلال هذا الإطار الزمني نفسه، حظرت الحكومة الأمريكية أي استخدام للصبغة. في عام 2010، ولفترة وجيزة جداً، كان الجمهور قادراً على شراء صبغة الديسيانين، ولكن سرعان ما تم حظرها مرة أخرى. عندما طلب من كيميائي حكومي أن يرى مدى تصنيف الصبغة، اكتشف أن الشركة التي تصنعها تضع رمزاً خاصاً لعملائها. كما اكتشف الكيميائي أن قانون أمن بلاده بطريقة ما سمح له بشراء معظم أنواع المخدرات مثل الهيروين والكوكايين التي أرادها، لكنه لم يتمكن من الوصول لطلب صبغة الديسيانين. في كتابه أصدقاء وأعداء خارج كوكب الأرض، الباحث جورج جي ماندروز يقتبس تصريح أدى به رئيس المجموعة الدولية الرائدة للأبحاث اسمه فيلمارو فيليرايان. جرب صديق لي وأربعة من أصدقائه الهياكل البلورية قبل عام أو عامين منتصف الثمانينيات في برانتو، وتوصلوا إلى إمكانية وضعها على زجاجات النظارات. تمكنوا يومها بالفعل من رؤية الهالات أو مجال الطاقة المحيط بالأشخاص. يومها اكتشفوا أن كل الناس ليسوا بشراً، يمشون في الشارع. يبدو أن بعضهم يملك هالة بيضاوية زرقاء داكنة. هناك معلومات بحوزتنا تقول أن الزواحف أو ما يسمى بالآنوناكي لديهم هالة مختلفة عن البشر بسبب تركيبة أجسامهم وخصوصيته. على ما يبدو هذا ما رأه صديق فيلمر وأصدقائه. عالمنا مملوء بالأسرار والخفايا، وفي بعض الأحيان هذه الأسرار تكون أمام أعيننا ولا نراها، فقط يتطلب منا كسر بعض القوانين الفيزيائية أو الكيميائية التي تحول بيننا وبين هذه العوالم. Antidote administered.